بص يا سيدي، هكلمك عن قيصر روسي قتل ابنه وضرب مراته وكان السبب في انها تسقط حملها. روسيا عاشت في عصره حروب ومجاعات ومذابح جماعية، فقير او غني كله تعذب تحت ايده، وده غير المذابح اللي عملها في المدن الاسلامية اللي كانت مجاورة لبلاده، وده خلاه يستحق لقب ايفان الرهيب عن جدارة. فلو عايز تعرف قصته ركز معايا واسمع مني وانزل اعمل لايك للحلقة. يموت فاسيلي الثالث امير موسكو ويسيب وراه ابنه ايفان واللي كان عنده 3 سنين، واللي يبقى امير موسكو سنة 1533. امه ولينا تبقى وصية عليه وعلى عرشه، لكنها تموت وهو عنده 8 سنين. في مؤرخين قالوا انه تم قتلها بالسم. ايفان كان لسه صغير، فيتولى حكم موسكو المجلس المختار، ودول كانوا مجموعة من النبلاء في موسكو، لكن فترة حكمهم ما تستمرش كتير. ايفان يحكم موسكو بنفسه وهو عنده 14 سنة. سنة 1547 ايفان يعلن نفسه اول قيصر في تاريخ روسيا. ايفان اختار لنفسه لقب قيصر واللي مستمد من الدولة الرومانية، وده علشان يقوي عرشه ويبعت رسالة للعالم كله، قيصر روسيا خليفة لقيصر الدولة البيزنطية. ده غير ان لقب قيصر كان ليه دلالة دينية، لانه في النصوص الدينية كان الملك اللي بينفذ ارادة ربنا. ايفان اللي كان من اتباع المذهب الكاثوليكي، فكان بيحارب علشان ياخد الحق الالهي، وده كونه حاكم معاه سلطة مش محدودة بعد ربنا. نرجع تاني لاعضاء المجلس المختار اللي ايفان خلص عليهم كلهم. سنة 1553 تحصل مشكلة بينه وبين واحد من المستشارين بتوعه. المستشار ده كان من طبقة النبلاء وكان اسمه أندري كوربيسكي. أندري خد صف الشعب الليتواني واللي كان عدو لموسكو، وكمان بقى قائد الجيش الليتواني. أندري دمر منطقة فيلكي لوكي الروسية. بعد الحركة دي إيفان بقى بيشك في كل اللي حواليه، وبدأ حرب مسعورة على أي نبيل يشك فيه، حتى اللي كانوا قريبين منه، وخلص عليهم واحد ورا التاني. إيفان كان في طريقة تعذيب بيحبها، كان بيجيب الشخص اللي هيعذبه ويكسر رجلين الاثنين ويرميه في المايه المتلجه بعد كده، او يخليه يزحف لحد عنده ويطلب منه الرحمه. ده غير الستات اللي كانوا من الطبقه الارستقراطيه، دول اتعرضوا للاغتصاب والقتل الجماعي. ايفان كان بيقتل مجتمعات كامله، ده لو شك بس في ولائهم ليه. ايفان كان مجند ناس للمهمات دي، ناس ما كانوش من عائلات غنيه بالوراثه. ايفان جاب ناس فقيره وملكهم اراضي واسعه وكمان ملكهم السلطه عليها علشان يعملوا فيها اللي هم عايزينه بامره، من غير ما حد يقول لهم انتوا بتعملوا ايه. رجاله ايفان افتروا على الفلاحين الروس واجبروهم ان هم يدفعوا الضرائب 10 اضعافها، وده خلى في انخفاض كبير في انتاج المحاصيل الزراعيه، وبكده اتدمر الاقتصاد الروسي. طيب ايه اللي يخلي ايفان الرهيب بالقسوه دي؟ العلماء والمؤرخين شرحوا الاسباب الساديه والوحشيه للقيصر الروسي، قالوا انها كانت مرتبطه بالمفاهيم الدينيه اللي كانت موجوده في القرن ال16، المفاهيم اللي كانت بتتكلم عن تعذيب الناس سواء بالغرق بالميه المغليه او بالميه شديده البروده، وده زي ما كانت بتتكلم الايات المقدسه عن عذاب الجحيم. ايفان كان شايف نفسه ممثل الرب على ارضه، وعنده الحق المقدس انه يعاقب المعارضين بتوعه، لانه كان شايف ان اللي بيعارضه يبقى بيعارض حكم ربنا. ومن ضمن الاسباب اللي خلته شخصية وحشية كان موت مراته الأولى، مراته اللي كان اسمها أنستازيا رومانوفا. المؤرخين كانوا شايفين إن ده كان ليه أثر سلبي كبير على شخصيته، وكمان على صحته العقلية، لأن بعد موتها إيفان خرج عن السيطرة، ويمكن ده اللي خلاه يقتل ابنه في آخر سنين حكمه. إيفان كان زي أي ملك في الوقت ده، كان عنده سياسة توسعية وكان عايز يوسع مساحة ملكه. إيفان كان عايز يسيطر على المساحة اللي بين بحر البلطيق وبحر قزوين، عشان كده إيفان دخل في حروب توسعية كبيرة واللي اتبنى عليها بعد كده الامبراطورية الروسية الضخمة. ايفان الرهيب بيحاصر قزوين سنة 1552، وقطع عليها الامدادات والمية لحد ما استسلمت لجيشه. قبيلة قزوين كانت قبيلة مسلمة، ايفان الرهيب عمل فيها مجازر جماعية واجبر الباقي على الدخول في الدين المسيحي. ايفان هدم المساجد ومنع انها تتبني تاني، واحتفل بدخول القزوين وبنى كنائس كتير فيها، زي كنيسة القديس باسيلو اللي موجودة في الساحة الحمراء في موسكو. سنة 1554 يدخل ايفان الرهيب استرخان علشان يبقى نهر الفولجا قناة روسية، وده يسهل الوصول لبحر قزوين. وسنة 1555 يضم ايفان الرهيب منطقة سيبيريا، وسنة 1557 يضم منطقة اراضي البشكير. ايفان الرهيب كان عايز يتعامل مع اوروبا، وكان عايز يسيطر على السويد وبولندا، لكنه يفشل في حروبه ضد ليتوانيا وبولندا. ايفان الرهيب اللي دخل حروب دموية، الحروب اللي عن طريقها بنى الامبراطورية الروسية، بس في حروب ما كانش ليها اي داعي، زي حروبه اللي كانت مع الدولة العثمانية واللي كانت في عهد السلطان سليم الاول. الحرب اللي فضلت مستمرة لمدة
3 سنين، وفي الاخر تنتهي بمعاهده سلام في اسطنبول، ده غير حرب ليفونين اللي دمرت روسيا وشعبها، الحرب اللي استمرت لمده 24 سنه. ايفان كان عايز يوصل لبحر البلطيق وكمان طريق التجاره الرئيسي، لكنه فشل في كل محاولاته في النهايه. من اشهر جرائم ايفان الرهيب كانت مذبحه نوفجورد واللي حرق فيها التتار في موسكو. سنه 1570 الطاعون ينتشر في روسيا ويموت 10,000 روسي في مدينه نوفجورد الروسيه، وكان في 1000 روسي بيموت كل يوم في موسكو. طبعا ده كان في فتره الحرب اللي استمرت لمده 24 سنه، وتنتشر المجاعات في كل مكان في روسيا. ايفان هنا حس ان النبلاء الروس بيعملوا حاجه، النبلاء الروس عايزين ينقلبوا عليه ويطيروه من حكم روسيا. ايفان قال انا هتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا، ويعمل مذبحه يروح فيها 60,000 ضحية، المذبحة اللي استمرت 5 أيام كاملة. إيفان قتل في المذبحة دي ستات وأطفال ورجالة. إيفان كان بيربط الستات والأطفال وكان بيرميهم في المياه المتجمدة، ده غير إنه عذب وقتل عدد كبير من رهبان الكنيسة. طبعًا إحنا عارفين إن مفيش تعدد زوجات في الدين المسيحي، لكن إيفان الرهيب كسر القانون ده. بيقول المؤرخين ان ايفان قدر يجمع بين 7 زوجات مرة واحدة. في مارس سنة 1554 يتولد ايفان ايفانوفيتش واللي هيكون ولي العهد الروسي بعد كده. ايفان كان شاهد على مذبحة نوفجورد واللي حصلت سنة 1570. ايفان كان متفوق على اخوه فيدور واللي كان مشكوك في صحته العقلية، وده يخلي ايفان ولي العهد الوحيد للقيصر الروسي. ايفان في اكتر من موقف قدر انه يكسب ثقة ابوه، زي انه انقذه من عملية اغتيال في مرة. ايفان الرهيب جوز ابنه مرتين، لكن في المرتين يتولد بنات وده ما يعجبش القيصر الروسي. سنة 1581 ايفان يجوز ابنه للمرة الثالثة، ويعرف بعد كده ان مرات ابنه كانت حامل في وريث العرش الروسي، لكن في مرة يشوف مرات ابنه لابسة لبس مش عاجبه فيضربها، وضربه ليها يخليها تسقط جنينها. ايفان راح يعاتب ابوه على اللي عمله في مراته، وكمان فتح معاه قضايا تانية. هنا ايفان الرهيب يتهم ابنه بالتمرد والخيانة، وينزل ضرب على دماغ ابنه بصولجان كان في ايده. يحاول الحاشية في القصر ان هم ينقذوا ايفان ايفانوفيتش من ايد ابوه، لكن ايفان يدخل في غيبوبة. ايفان يشوف ابنه بالمنظر ده فيحضنه ويبكي ويضغط على راسه علشان يوقف نزيف الدم، وكان بيصرخ ويقول انا قتلت ابني انا قتلت ابني. ويموت ايفان ايفانوفيتش سنة 1581 على ايد ابوه، وتروح ولاية العهد لفيدور الاول اللي البلد في عصره تدخل في حالة فوضى. ايفان الرهيب كان مرعوب من المذابح اللي عملها، لكنه مات موتة هادية. ايفان تجيله جلطة دماغية وهو بيلعب شطرنج سنة 1584. ايفان اللي بعد موت ابنه ايفان ايفانوفيتش ساب الحكم ودخل في حياة الرهبنة، بالرغم من انه طول عمره كان بيحارب السلطة الكنسية. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وكمان تدخل القناة وتتفرج على الفيديوهات القديمة. كان معاكم احمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.